متابعة جماهيرية كبيرة في اللقاء الكلاسيكي بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي. فريق الجيش الملكي كان هو السباق لتهديد ممر الحارس العسكري بواسطة شاكير. عقال سوف يرد بالمثل، لكن بالمعلم لم يتمكن من استغلال هذه الكرة. هجوم لفائت فريق الرجاء البيضاوي ينتهي بتدخل دفاع فريق الجيش الملكي الذي كان أداؤه جيدا. إبعاد موفق للخريقي في محاولة خطيرة قادها الحافظي. هنا عناصر فريق الرجاء طلبت الحكم بضربة جزاء. فك لغز التهديف استعصى على فريق الرجاء البيضاوي. عقال يمرر تدخل الدفاع بعد الضربة الرأسية للحافظي. ثم يأتي هدف فريق الجيش الملكي، هدف عبد السلام بن جلون. تغطية لم تكن موفقة بالنسبة لفريق الرجاء. الكرة تستغل من طرف عبد السلام بن جلون، موقع سليم لبن جلون الذي غلط دفاع فريق الرجاء البيضاوي. لينتهي الشوط الأول بتقدم الجيش الملكي بهدف مقابل شيء. مرتد هجومي لشاكير وتدخل الدفاع. فريق الجيش الملكي اعتمد على المرتدات الهجومية. نتابع محاولة بواسطة النغمي الذي يضيع هدف ثاني أمام استغراب الكل. كادت أن تكون بمثابة رصاصة الرحمة للرجاء. أخطاء دفاعية بالجملة. فريق الرجاء بحث بشق الأنفس عن هدف التعادل، ودائما الاستعصاء يلازم لاعب فريق الرجاء البيضاوي. مرتد هجومي كاد أن يعطي الهدف لولا تدخل الدفاع في اللحظات الأخيرة. أنس زنيتي ينقذ الموقف من هدفين في محاولتين، لينتهي اللقاء بانهزام فريق الرجاء بهدف مقابل شيء أمام فريق الجيش الملكي في دوري ثمن مرحلة الذهاب. هذا الشوط أول، هذه مباراة ديال الكأس. هناك شوط ثاني، ما خصناش يعني نكونوا يعني يقولوا يعني راح نتأهلنا، بالعكس هناك مباراة ثانية إن شاء الله. ولكن قبل من المباراة الثانية هناك مباراة ديال 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 البطولة يوم الأحد، خصنا نأكدوها. وحنا جينا حنا معشاق كرة القدم، حنا تنعرفوا الجمهور البيضاوي تيبغي الكرة. وهنا بهذه المناسبة ملي كنا كنلعبوا ولا ملي كنت مدرب عدة فرق، كيجي منك أي فريق كيلعب مزيان كيشجعوه. هنا كنشكر كذلك الجمهور ديال الرجاء البيضاوي.